قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كثيرين سنجر نمان كسباما إذا دخل الخلاء تمامينا دونا نيغن كون خلاء نيغن ويللا خلاء أولا مقاما سبني مغو دونا كونو يتخلى عن الناس إلي اللنغولين كابو مغو لابن تاكا بلنا إبتا سبني كإبتا بانو كتا غيادو مالي أبي مامينا يكون تنا كم مغونيا إلي اللنغولين دون وي نيغن يرتغو ويلي أولا شيئا ko kira ton kera na dona nyega kono koro na ba ka ka do nyega kono abeni ndo wo kala qala abako allahumma yanti ga alam inni a'udhu bika ala nebe tanganyini ni e alai me tanganyini ni e alai abako ni toyi qala shu'ba shu'ba kari wayala shu'ba ko وقد قال مرة أخرى أيا فشنا غير أعوذ بك كتبورا اللهم مننا دون دمنا أموفو كفدر أعوذ بك من الخبث والخبيث ورواياننا ونشغل أو الخبث والخبائث كو إما أننا نينا شغل أقول رجمعي إذا ويدين كو كألا فوفلو اللهم ينتهي على إني أعوذ بك نبي تنيني إذا ويدين كو أعوذ بك متنيني علي من الخبث من الخبث كالسكون كان ويفهم كونيو كبو فهم كونيو كبو فين كونيوما والخليل اني فين تجو من التراث مو لكن لا اعرف ويو قري ولما اقول من الخوب في باوين باربو دي نوت كو كبو ماي دوي وي سكون تاي وي مكروهي من الخب خب فالسكون لا باوين كون ولما كان من الخبث كاتبمي خب با ب ب من الخبث كبشي تنا شيمان والخبائث اني شيتنا مسوم الا متنا ني نيف كبشي تنا شيمان ما اني شيتنا مسوم اكلا يا رفا دونك رات ميتا نيني كسروكا دنيا نكون نيني دوو كالانكا دنيا نكون ابانا شيطان او سيكي تو تو انا دي تما كبو اوما نون ده شيطان او كيرو ني نكون نادي دو سلا شيطان دون ان كان جانتو ني دوو لا كانا تو كي كاركا دنيا نكون كسريما دوو كالا دوو جانت اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ني فنجل ماي اوني سيلين تو لا بو كرامو كون ني مغو مي ما كالا ايبا كالاندي فراغره سے کلمالیا لا کلانکل انغان جی انغان جی تو نا سور سو امے جمانا من کو یا رو مغو فما بلین لگے جینا بنا تو ایت الا کان انغا جے ما یو کسی کا بو شیطان اپوم او دے لا جینا فر کے یا رو دے ینی کنا چے یعنی کرمو کے یا فامیا بالا نی دو تو سوئی دون فین لی تاں ایتی نی سو لا سلیشن اگلی اگلی اور ایک افسر دے دونین دو او کرا سما کلا نا بے دو نی رن کو نا نا قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود نيسى هبا بين 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 حديثا يغفن لك نعم قال أبو عيسى حديث أنس أصف شيء في هذا الباب وأحسن أنس كحديث أوليك كنه كتمه فين بيكا نبون لنا أو أولي كن كتمه أبيكا أنس بن مالك رواية من لك نبورك لك لسانفسيسا أوليك كنه كتمه أبونا حديثا بيكا نعم وحديث زيد بن أرقم في إسناده